إلى الاندبندنت. الاندبندنت تتحدث عن ألمانيا تحديدا، والعنوان يقول ألمانيا تنتخب شتاينماير المعارض لترامب رئيسا له. يعني كل وسائل الإعلام تقريبا الغربية عندما تتحدث عن أي ملف الآن حاليا فيما يخص الانتخابات داخل الدول الأوروبية أو فيما يخص بعض القرارات أو الإجراءات، دائما ما يربطه ما بين وجود أو وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض وما يجري الآن تحديدا في أوروبا. الحديث عن فوز الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمايير رئيسا لألمانيا، وهو منصب شرفي الجميع يعلم، لكن اختارت بالفعل الجمعية الاتحادية المعنية بانتخاب الرئيس الاتحادي داخل البرلمان، اختارت شتاينماير والبلغ من عمره 61 سنة، وأصبح بالفعل الرئيس الاتحادي الـ12 لألمانيا. شتاينماير خاض سباق انتخابي أمام 4 مرشحين آخرين، حصل بالفعل على 931 صوت من أصوات أعضاء المجمع الاتحادي، وانتخاب الرئيس بيشترط أنه يحصل على 631 من مجموع عدد الأصوات، هو حصل على 931. وزير الخارجية الاتحادي السابق المعروف يعني شتاينماير معروف بتأييده الأكبر من عدة أحزاب داخل ألمانيا، منها الحزب الديمقراطي الحر، وحصل أيضا على في هذا التصويت على دعم حزبه الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطيين المسيحيين اللي بتترأسه المستشارة أنجلا ميركل. بيوصف دايما الرئيس الألماني الحالي بأنه هو كان صريح عندما كان وزيرا للخارجية، وكان ينتقد بشكل كبير دونالد ترامب، وخلال الحملة الانتخابية تحديدا أمريكية كان واضح في انتقاده للرئيس الأمريكي، وكان بيصفه أنه مبشر بالكراهية، واعتبر منصب زي ما قلنا منصب الرئيس في ألمانيا هو منصب شرفي لكن له السلطة المعنوية إلى جانب رئيس البرلمان والمستشار كالمستشارة أنجلا ميركل.